قناتي على اليوتيوب Learn Civil 3D by Tony Nasrallah. بهذا الفيديو بدنا نتعلم من خلال CAD Earth كيف نقدر نعمل Import لحيلا KML منحدده من الجوجل Earth نسحبه على Civil 3D نعمل منه ماش نطلع منه Terrain نطلع منه Surface نطلع منه Point وبعدين نعمل Import Image من الجوجل Earth على هذه Surface نعملها Drape. شو يعني Drape؟ يعني بتصير Surface هي بين معنى Terrain Natural مثل ما نحن جايبينه natural ground مثل ما نحن جايبينه. اول شيء مثل ما بنعرف نحن انه الكاد ايرث لازم يكون عنده جيو ريفرنس دروينج لنقدر نشتغل. في كذا طريقه بالريفرنس جيو ريفرنس دروينج. في عم زي ما بنعرف نحن الكورد السيستم بروجكشن سيستم تبع البلد اللي عم نشتغل فيه بنفوتها مثل الحاله عندنا بلبنان على طول بنجرب نحن نشتغل باي سكشنز باي يعني يوزينج باي سيلكتينج تو بوينتس. رح نقلكم كيف تنعمل. أول شيء خلينا نروح كنا سوا على جوجل إيرث. هذا الجوجل إيرث أنا بدي هذا البارت هذا الصغير اللي هون نجرب قد ما فينا ما تكون البارتي عمنا إياه كتير كبيرة. نجي بنعمل باس نجي بنعمل باس من هذا الباس بقول له أنا بدي هيدا لهون 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 هيدا بدي أعمله بس ما بدي يكون كتير كبير. رح سمي تاسك تمام وبقول له انا اوكي. بيجي هلا هذا التست اللي سايق اللي انا عملته هون بعمل رايت كليك بقول له سيف بليس از بيجي لهون بحطه محل هيدي صار موجود عندي. هلا بروح على السيفل 3 دي. اول شيء بدي اجي على السيتنج من السيتنج بدي اجي على الدروينج من الدروينج بدي ظبط البروجكشن سيستم حطه لبنان باي رالف خوري مثل ما نحن بنشتغل عنا بلبنان وبقول له انا اوكي. هلا بدي اعمل امبورت للKML اللي هو بيجي عندي شكل بولي لاين بيجي بقول له انا ماب امبورت انتر نقي وين انا عملت سيف للKML بعمل له اوكي وبقول له انا اوكي. نزل عندي هو هون هلا صار بالستيريو تبع لبنان. اذا جيت انا عملت اي دي صار بكوردون لبنان عملت انا اي دي هاي في مثلا هالنقطة هيدا الكوردوني تبع لبنان احداثية لبنان. طيب عظيم خلينا نسكر هذا البولي لاين بطريقة مرتبة من هون لهون واعمل له جوين هيدا مع هيدا ليس عندي بولي. طيب اول حالة انا بدي اعملها هلا بدي اعمل امبورت ماش. انا بدي اعمل ماش. الماش هو مثل غطا على هالمنطقة لاسحب منها الاليفيشن. بيجي امبورت ترين ماش بيسألني انا هون الهايست بحطها بحط كل شيء ستاتينج ما هي بتركها وهون بحطه كرييت ماش انسايد ا كلوز بولي لاين وبقول له انا اكسبت بيجي بقول له انا هيدا اعمل لي ماش. هلا هو عم يعمل ريدنج ترين بوينت اليفيشن بليز ويت انا عم اقرا ترين اليفيشن من جوجل ايرث بدي انزل لي هو بشكل ماش هون. خلينا نشوف شو بيعمل لنا هلا حسب سرعة الكونكشن حسب الاريا ان احنا عاملينها سيلكشن يمكن ياخذ شوية وقت. بهالطريقة انا اللي عم بعملها هلا شباب عم نزل ماش على هيدا البولي لاين. من هذا الماش فيني اقول له كرييت كونتور فيني اقول له اكسبورت اكس ام ال خلص جيو لوكيشن جيو لوكيتنج فرجينا انت هون وسحب لي اياها لهون هيدا الماش اللي عندي. اوكي بهالطريقة انا فيني اكبس على هيدا بيجي على الماش بقول له مثلا export mesh to land xml اخده surface انا بيقول لي select ايه رح قول له انا هيدا خليني اعمله save كمان بهيدا صار عندي هيدا. اوكي هلا خلينا نفتح drawing جديد اذا حبينا. بالدروينج الجديد طبعا كمان بالسيتنج بنجي لهون بنظبط السيتنج تبع البروجكشن بننزل بحط فايرال فولي تبع ستيريو لبنان. شو بعمل هلا بيجي انسرت بقول له لاند اكس ام ال لحو هيدا نزل عندي هون. طيب نزل معي مع كونتور
اوبجكت فيور، اذا حابين نشوفه نزل معي مع كونتور، نزل معي كل شيء. طيب هيدا سيرفس، هل يا ترى عليه اليفيشن؟ بلا، اذا بوقف بترك الماوس حيلا محل اعطاني 1584 هون، اذا وقفت هون 1451. طيب كيف فينا نسحب النقط تبعه هيدا؟ فيني اوقف على من هون هيك رايت كليك، بقول له انا سيرفس بروبرتي، بقول له ضوي لي كونتور اند تريانجل. فاذا عمل لي كونتور اند تريانجل هلا بيجي بوقف هون، بقول له اكستراكت فروم سيرفس، اكستراكت اوبجكت، البوينت مش ضاويين عندي، فبيجي رايت كليك اديت سيرفس ستايل، وبيجي على الديسبلاي بقول له ضوي لي البوينتس انا بدي اشوفهم. هيك يكون ضوى لي البوينتس هون. بيجي بوقف هون هلا بقول له اكستراكت سوري بس كليك بالو اكستراكت فروم سيرفس، اكستراكت اوبجكت، وكل اللي بدي اياه منه انا هلا هنن البوينتس. شفتوا هلا ضووا معي البوينتس لانه بالديسبلاي ما كانوا مضويين قبل، ضويتهم باللاير تبعه، بينوا معي هون باللون. اوكي بعمل هو سحب لي البوينتس. طيب انا هيدي سيرفس فيني ولا ما بدي اياها، خليني اعمل سيلكشن على هالسيرفس، لو الريز بقوا عندي البوينتس انا سحبتهم. طيب بيجي انا هلا على البوينت، بوينت كرييشن تولز، اهم شيء نجي نطلع بالبوينت كرييشن انه الاليفيشن حتى نون ياخذها هو منا، والديسكريبشن نحط له اياها اوتوماتيك ويعطيني اياها باي اوتوماتيك شو اوجي اكزيستنج جراوند. بيجي هلا لهون بقول له انا كونفرت اوتوكاد بوينت، ما انا عملت لهم اكستراكت فروم سيرفس للبوينت هن صاروا اوتوكاد بوينت، بعمل له هيدي هيك بقول له سيلكشن لهودي كله سوا، بقول له انا انتر. شو عامل هلا؟ حوالي يوهن للنقاط لكوكو بوينتس اللي هن 8344 نقطة، نزل يوهن بجروب، نزل يوهن بجروب اسمه all point. إذا جينا على البروبرتي عليه لهون وجينا إنه له elevation only فرجيني يوهن، فهو راح يفرجيني elevation only طبعاً. الفايل كمان يعتبر كبير، distance قد إيه أخذينا نحن 2290 متر، ما مشكلة. نزل لي إذا انتبهتوا elevation. هلا فيني انا اعمل سيرفس ارجع، هي نفس السيرفس رح تطلع، رح اجي لهون اقول له انا ارجن، رح اعطي هون 1.5 كونتور اوكي، رح اقول له انا اوكي. بيجي على السيرفس لهون على الاجي على الديفينيشن بوينت جروب اد اول بوينت، هيك انا رجعت عملت انا سيرفس من ورا البوينتس اللي هن زيتون نفس الشيء اللي كانوا معنا قبل. طيب خلينا نطفي هلا البوينت اول بوينت، خلينا نطفيهم ما بدي اشوف منه شيء. ومنيجي على السيرفاس، لا خلينا نترك السيرفاس ظاهر دائره، هي هاي لانه السيرفاس كبيره اذا بتطلعوا الكونتور ما كتير واضح، بس اذا بنعمل زوم بيزيدوا الكونتورات عنها، بتطلعوا زيدوا الكونتورات عنها. اوكي طيب هلا اللي بدنا نعمله بدنا نيجي على الكاد ايرث مره ثانيه، بدنا نعمل جيو ريفرنس للدروينج اللي انا عامله باي 2 بوينتس. يعني بعمل له لود جي ريفرنس باراميتر اوريدي عامله قبل لحو، هيدا هو انا هيك عامل جي ريفرنس. طيب انا هلا بدي اعمل امبورت لهالايمج اللي هون، بدي انا بقول له جوجل ايرث للكاد ايرث جيب لي ايمج نزل لي اياها على هيدي الاريا اللي هون. كل اللي علي بعمله بقول له امبورت جي ايمج، عم يقول لي سيلكت بولي لاين، بطل هيدا ما عندي بولي لاين، لا يكون عندي بولي لاين. كمان نفس الطريقه بكبس على السيرفاس، اكستراكت فروم سيرفاس، اكستراكت اوبجكت، هالمره بقول له البوردر اسحب لي، سحب لي البوردر. اذا بوقف هون انا هلا هو هيدا صار 3D بولي لاين، انا الافضل اعمله بولي لاين. فاذا كل اللي علي اعمله بعمل فلاتن، عم يقول لي هو لك تحوله ل 2D، راح اقول له انا بدي 3D بولي لاين حول لي اياه 2D. هلا شو حولنا اياه ولا لا؟ خلينا نشوف، ما حوله، كثير سهله. فيني اجي اعمل بعمل كليك عليه برجع مره ثانيه بقول له فلاتن، صار عندي بولي لاين. هلا ترى البولي لاين في كسرات مقطوش ما مقطوش او في بقلبه بريك، بعمل لاين من هون لهون لاتاكد، بعمل موف ببص هون بقول له البولي لاين اعمل لي موف من هون لهون لشوف البولي لاين كامل ولا في تقطيش كامل، يعني ما عندي مشكله بقلبه، برجع برده محله هيك وانا متاكد اذا البولي لاين ما في بقلبه بريك. هلا شو بدي اقول له انا؟ امبورت جيو ايمج، امبورت جيو ايمج، سلكت بولي لاين، راح اوقف هون بقول له هيدا هو البولي لاين.
عم يقول لي فول باس. هون السيتنج مثل ما هن نتركهم نقول له اكسبت، وين بدي سيفها وين بدي اعملها سيف، راح احطها سيف هون اعملها ريبليس لهيدي بدي اعملها انا قبل، وبنطر. هلا اللي عم يعمله هو انه عم يجيب لي ايمج من جوجل ايرث ينزل لي اياها هون. اوكي، فايت على الماش اللي انا اوريدي كنت عاملها قبل بالجوجل ايرث، قام يعمل لي هو تايلينج، يعني شقف صغيره 117 شقفه، راح يقسم هن المقسومين راح يجمعهم يعملوا المرج مع بعضهم يعطيني الصوره. راح وقف الفيديو ليكون خلص، حتى يكون معنا الفيديو منه كتير طويل. بما انه هلا صرنا على اخر، عم يخلص التايلز هو عم يجيبهم، صار 14 بعد في عنده 2. هلا شو بيعمل هو؟ بينزل لي الايمج ترانسفورمينج ايمج بليز جريد، بينزل لي الايمج على هيدي السيرفس. ننطر عليه، اكيد بده يكون عندنا انترنت على الديفايس اللي عم نشتغل عليه، واكيد بده يكون سريع حسب سرعته، واهم شيء ما تكون الاريا كثير كبيره، كل ما كانت الاريا كبيره كل ما اخذ وقت معنا اكثر. شو عمل هو هلا؟ نزل لي ايمج. طيب انا هيدي الايمج عندي اياها هون. هلا ستيب الثاني اللي بدنا نعملها، بدنا نيجي على الجي على السيرفس اكزيستنج جراوند سيرفس بروبرتي، رح اقول له انا كونتور اند تريانجل حول لي اياه. وشو بدي اعمل هلا؟ بدي اعمل دريب للايمج على السيرفس. يعني شو؟ يعني بدي انا السيرفس تمشي مع الكونتور ومع مع الكونتور والتريانجلز تبع السيرفس هيدي الايمج. كيف بعمل؟ بكبس كليك على السيرفس. بعد ما اكبس كليك على السيرفس كل اللي علي اعمله اقول له دريب ايمج. عم يقول لي الايمج عندك اياها هي الاي ما عندي عندها، وهيدي السيرفاس ورندر ماتيريال تبع الاي، يعني الاي جي والاي مع بعضهم عم يعمل له رندر ماتيريال. راح له انا هيك يد، راح له انا اوكي خلص. طب شو صار معنا هلا؟ بيجي رايت كليك اوبجكت فيور، عملت رايت كليك انا على السيرفاس. اوكي يا شباب، بياخذ شويه وقت لانه الصوره شوي كبيره بس يخلص. اذا جيت انا لهون قلت له هيدا، وجينا اطلعنا هلا نزل لي الايمج صارت دريب على السيرفاس. اوكي، بهالحاله انا قدرت اعمل دريب للسيرفاس، دريب للايمج على السيرفاس. اوكي شباب، هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا. لايك، اللي بعد مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب ليوصل له كل شيء جديد من عنا. مشكورين على حسن المتابعة يا شباب.